ويتزامن اليوم افتتاح الأكاديمية العسكرية المصرية مع الذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة. السادس من أكتوبر يوم العزة والكرامة. وفي ذكرى السادس من أكتوبر تحية إلى روح الشهيد البطل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام. هي إلى روح الشهيد البطل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام. وتذكر مصر دائما بالخير أشقاءها العرب الذين ساندوها في كل الأوقات. كل أخ عربي لأخي شرف دمي وجواري فكفاحنا وحده نبي كان أبا We'll be right back.
أبدا، سنظل شعبا واحدا. كل أخ عربي لأخي شرف دمي وجواري، فكفاحنا وحدهنا بي كان أبا الأحرار. كل أخ عربي لأخي شرف دمي وجواري. وامتدادا لروح أكتوبر 73 تشهد مصر اليوم طفرة كبيرة في كل المجالات، يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي يقود سفينة الوطن نحو مسيرة التنمية الأضخم في تاريخها المعاصر، ومعه كل أبناء الوطن لتحقيق حلم الجمهورية الجديدة.